طيب خلينا نروح للاعب اخر من اللاعبين المحترفين في الدوري الانجليزي، المره دي هيكون احمد المحمدي نجم استون فيلا، وكان في اشاده كبيره جدا من الحساب الرسمي للنادي باللاعب سواء من الجانب الفني او الجانب القيادي كاحد طبعا اللاعبين وكباتن الفريق، واللاعب مميز جدا احمد المحمدي. وبالمناسبه هو ادى السنه دي موسم جيد جدا، ما لعبش ماتشات كتير او ما لعبش عدد دقائق كتير قوي، مش بالشكل اللي كان متوقع، لكن لما كان بيلعب كان مؤثر، تحديدا كمان في اخر كام مباراه قبل الاصابه اللي لحقت بيه قبل انتهاء الموسم، كان لعيب مؤثر جدا وساهم بهدف من الاهداف على ما اتذكر في مرمى نيوكاسل، كان هدف تعادل وكانت نقطه مهمه جدا من ضمن النقاط اللي ساهمت في بقاء استون فيلا في بطوله الدوري، فطبيعي جدا يكون في اشاده باحمد المحمدي نجمنا المصري المحترف في انجلترا. خلينا نروح لمحمد النني، والكلام كتير شويه على محمد النني خلال الفتره الحاليه لان هو طبعا معار من ارسنال لبشكتاش التركي، وتحديدا هو هنأ لاعبي ارسنال بالفوز على تشيلسي. طبعا حضراتكم عارفين اول امبارح كان في مباراه مهمه جدا في نهائي كاس الاتحاد الانجليزي، وفاز فيها ارسنال بنتيجه 2-1 على تشيلسي. تشيلسي تقدم في الشوط الاول بهدف لبوليزيتش اللاعب الامريكي المميز جدا، وتعادل اوباميانج بهدف من ضرب الجزاء، واضاف الهدف الثاني ايضا اوباميانج، وقدر ان هم يتوجوا ببطوله كاس الاتحاد الانجليزي. فبالتالي النني بما انه لاعب سابق في الارسنال ومعار كمان، هو حتى الان يعتبر على قوه ارسنال الانجليزي معار لبشكتاش، فهنأ زمايله بالبطوله الغاليه دي. موقفه لسه ما تحددش، النني بشكتاش متمسكين بيه، واللاعب برضو عنده رغبه باستكمال مشواره مع بشكتاش، لكن الامور كلها هتكون في ايد ارتيتا المدير الفني الاسباني لارسنال، هو اللي هيحدد احتياجاته للموسم الجديد، وبناء عليه هيتم تحديد مصير محمد النني نجمنا المصري المحترف في الخارج.